منجدد التحية لمشاهدينا الكرام من قرية الجي في منطقة وادي موسى. هذه القرية اللي تم ترميمها من 15 عام، والأجواء جميلة جدا مشاهدي الكرام. وللحق أن نقول بأن سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي سنت سنة حميدة بأن تقيم أسبوعا ثقافيا فلكلوريا تراثيا في قرية الجي اللي احنا موجودين فيها حاليا، وأن يكون هذا الأسبوع زاخر بالفعاليات ومهمة إشراك المجتمع المحلي في إنجاح هذا الأسبوع الثقافي، مشاركة واسعة ومشاركة جميلة. على أي حال، السلطة تأخذ على عاتقها العديد من المشاريع اللي ستفضي إلى فضاءات جميلة لمنطقة وادي موسى وللبتراء، مشاريع متنوعة ومختلفة. وتفاصيل أكثر مع ضيفنا الكريم، أو اللي إحنا الآن بضيافته أصلا وفي منطقته، الأستاذ الدكتور محمد النوافلي، رئيس مجلس المفوضين في سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي. أهلا ومرحبا بحضرتك عبر شاشتنا، وشكرا للسلطة لاستضافتنا واتحافنا بهذا اليوم الجميل والرائع. فعلا صباح الخير دكتور. صباح النور. في البداية اسمحوا لي ارحب فيكم في بلدكم وادي موسى، وانتم ابناء بلد طبعا. والحقيقة شكرا لكم للتلفزيون الأردني على المبادرة الكريمة في بث هاي الحلقة من البتراء، وان شاء الله تكون بادرة خير للتلفزيون وللأردن، يكون إن شاء الله السنة القادمة إن بتقريبا بنفس الموعد أو أبكر شوية بلقاء آخر من هذا الموقع إن شاء الله. شكرا لكم لأنكم يعني شاركتونا بهذا الأسبوع وشاركتونا بأول يوم الافتتاح، والافتتاح فعلا كثير رائع. ودائما عم نحكي للسادة المشاهدين يا ريتني أقدر أنه نقلكم كل الأجواء، بنحاول قدر الإمكان أنه ننقل بالصوت والصورة، ولكن مرات كثير الروح هاي يمكن صعب لها، لازم هم يجوا ويجربوا هاي التجربة صحيح. اللي إحنا عم نجربها الأسبوع الفولكلوري الثقافي لوادي موسى، يمكن هذه أول تجربة، كان في إنجازات كثير كبيرة يمكن للتنمية السياحية فيما يخص وادي موسى ومدينة البتراء لسلطة إقليم البتراء التنموي والسياحي، ولكن الأسبوع الفولكلوري هاي أول تجربة. نعم نعم. كيف يعني دكتور محمد خطر ببالكم تقيموا مثل هذا الأسبوع؟ شو أهميته؟ إحنا يمكن حاسين أهميته، ولكن حابين نعرفها منك من خلال أكيد الدراسة اللي قمتوا فيها قبل ما تقيموا هذا الأسبوع. في الواقع مثل ما تفضلت الأخت إنه هاي القرية إلى 15 سنة نعمل لها عملية الترميم. نعم. الآن كان في بعض المشاكل في عملية استثمار هاي القرية تحديدا نتيجة ملكيات خاصة وجزء للسلطة، الآن تقريبا على وشك أن هاي القرية تصبح ملك للسلطة. فالآن احنا بدورنا كسلطة إقليم البتراء التنموي السياحي، احنا دورنا أيضا تنموي طبعا. قبل أي شيء آخر، فلا بد أنه نشرك المجتمع المحلي بقطاعاته سواء الجمعيات أو بغض النظر الفعاليات الموجودة داخل هذا المجتمع، يكون لهم دور معنا كسلطة، احنا كجهة حكومية، ويكون لنا شراكة معهم، بحيث أنه احنا مع المجتمع المحلي نستطيع نبرز هاي القرية، نبرز التراث اللي عندنا، نبرز الحياة اللي عندنا، الصناعات اللي عندنا، ونقدمها للزائر سواء الزائر محلي عربي أو أجنبي. وأحنا الآن بهذا اليوم الصحيح راح يكون استقبال للزوار على مدار أسبوع. بالفترة الصباحية كليتنا بنعرف أنه زوار البتراء بينزلوا صباحا على البتراء، بالفترة المسائية راح نستقبل إن شاء الله الزوار الأجانب، مشان برضه هم راح يكونوا سفراء للأردن طبعا. في أثناء هاي الزيارة، وينقلوا اللي بيشوفوه عندنا داخل هذا المعرض، وبقدم أيضا بجوز كاميراتكم تجولت وشاهدت الأقسام المختلفة اللي هي بتقدم المنتجات المحلية اللي هي صناعة ميد إن بيترا أو ميد إن جوردن، أو صناعة أردنية بلدية داخل البيوت طبعا. نعم، فإن شاء الله أنه ينال إعجاب الجميع، وهي زي ما حكيت لك شراكة مع إظهار هذا الموقع للجمعيات السياحية، للمكاتب السياحية، للفنادق السياحية، إظهار الجمعيات الموجودة داخل اللواء، وشراكتنا مع السلطة ومع المجتمع المحلي. نعم، يعني جميل التنوع وجميل الفكرة. بس أنا كنت حابة يعني أتحدث على شغلة دكتور محمد، وحضرتك أكاديمي، يعني أصلاً أنت أكاديمي 100% للعظم، والآن أنت بهالسلطة يعني إحنا شفناك في الوجهين، ومش قادرة أقول وين الدكتور محمد هو لازم يكون. إن شاء الله إنك تستطيع تنجح في هالمهمة، مهمة صعبة لأنه في تحديات،
بس في منجز، يعني احنا شاهدنا جمله من المشاريع ستقام على ارض الواقع، يمكن واحنا داخلين البتراء شفنا بوابه. خلينا نحكي على هذه المشاريع، ويمكن رح ترافقنا الصوره دكتور، رح ترافقنا الصوره شو هي المشاريع وكيف رح تكون، يعني تم تصويرها بطريقه جديده وجميله جدا. خلينا يعني نتحدث شوي عن المشاريع، على الشاشه هاي المشاريع. خلينا نتحدث عن المشاريع. خليني احكي بعجاله جدا، احنا كمجلس مفوضين لنا 3 سنوات تقريبا من لما باشرنا عملنا، وضعنا اليد وبلشنا بالعمل الدؤوب، انه لابد انه يكون لنا وضع بصمات في هذا الاقليم اللي نظهرها للمجتمع ونميز هذا الاقليم كاقليم سياحي ضمن البلد ضمن الاردن. فوضعنا خطتنا ووضعنا عده مشاريع. المشروع الاول بعد طرح عطاءات وتحصيل المبالغ الماليه اللازمه لتمويل هذه المشاريع، وفي المداخله البسيطه انا صدقا بشكر الحكومه لانها ما قصرت معنا كمجلس، دعمتنا في مجالات مختلفه منها في ضمن هاي المشاريع. فالمشروع الاول اللي احنا بلشنا وباشر العمل فيه الصحيح، مدخل لواء البتراء او مدخل البتراء، مدينه سياحيه يجب ان يكون لها مدخل مميز يميزها بطبيعته بشكله بجماليته كمدينة سياحية، وهي تستقطب 85% من زوار المملكة الأردنية الهاشمية. فلابد كان أنه نجهز تصاميم وطرح العطاء الحمد لله والمقاول باشر. هذا المدخل مربوط مع إطلالات عندنا بمنطقة مطلة على اللواء بشكل عام وعلى الهضاب الوردية مربوط مع المدخل. المشروع الآخر اللي احنا الآن شغالين عليه وأيضا المحاول بدور التنفيذ، اللي هو مشروع تطوير وسط المدينة. ومشروع تطوير وسط المدينة يتكون من مرحلتين. المرحلة الأولى مواقف للسيارات مشان نحل أزمة السير، لأنه الشوارع تنظيم بلدي والتنظيم قديم وصغيرة، فكان لابد أن نوجد حل سريع مواقف للسيارات وقعدة بلازا للزوار اللي بيجي، برضو انه يكون في مجال في مكان في وسط هالبلد الزائر يقدر ياخذ له فنجان قهوه هيك بجلسه جنب نافوره جنب كذا، حاجه حلوه. المرحله الثانيه راح نطرحها قريبا ان شاء الله، اللي هي بتاخذ قريه الجهاي اللي احنا حاليا بها مع الشارع اللوبي اللي بيلف، راح يتبلط بلاط بالكامل توحيد اللي هو وسط البلد، يعني نعم وسط البلد نفس توحيد الارمات توحيد الإضاءة كذا، بحيث أنه يتلائم ومنطقة سياحية. المشروع الآخر اللي احنا أيضا شغالين عليه، يعني بصير في فكرة موحدة للوسط اللي هو قرية الجي، راح تكون مركز تراثي هون، راح يكون باستمرار عمل مستمر بالإضافة لوسط البلد واللي هي الموقف. وهناك أيضا مشروع آخر احنا جهزنا لفرصة استثمارية ضمن موقع وسط البلد، اللي هو مشروع بانوراما البتراء، راح يصور الحياة والعصور اللي مرت على البتراء ويعرضها ب 3D بثلاثة أبعاد، وهو أيضا ضمن المشاريع المدرجة ضمن القوائم الاستثمارية. مشروع آخر شارع شرياني أيضا فكرنا فيه مشان نحل الأزمة اللي تسير، بالإضافة إلى ذلك احنا راح نمنع حركة السير داخل وسط البلد من الساعة 4 مساء، فلابد من إيجاد شارع بديل وشغال الآن طرحنا عطاوه الساعة 4 المساء عشان للمساء، بحيث نسمح لأصحاب المحلات يفرد داخل الشارع مثل ما عشان يقدروا السياح والأشخاص بأريحية ونعم يتمشوا. نعم. المشروع الآخر عندنا مشروع متحف البتراء، وهذا المشروع هو بتمويل منحة من الجايكا اليابانيين، في شوية تأخير بس تواصلنا معهم وطرح العطاء، وخلال أسبوعين إن شاء الله راح يحال العطاء ويباشروا فيه بمنحة تقريبا 8 مليون. كمان مشروع باشرنا فيه أيضا العمل اللي هو الطريق الخلفي للبتراء، وهو طريق أصلا موجود بس أعدنا تأهيل هذا الطريق بحيث نحافظ على الموقع ونحمي الموقع من الانجرافات والسيول اللي بتداهم الموقع البتراء. كان أيضا لابد أن نفكر في موقع عندنا منطقة بيضة، اللي هي هاي راح تكون المقصد السياحي اللي راح يصير فيها القرية البيئية، راح يصير فيها شغلات كثير إن شاء الله. عملنا فيها قريتين وهنقيد الإنشاء الآن، قرية سياحية بيئية، هذا راح يكون على شكل نزل وبجوز تحدث فيه الدكتور عماد، نزل بيئي ومن المواد المحلية التراب وغير ذلك، بالإضافة إلى قرية تراثية
راح يكون فيها محلات، راح يكون فيها مسارح، راح يكون فيها أيضا تحاكي الحياة النبطية، نعمل عرس نبطي، نوجد حياة ليلية للزائر، لأنه الزائر بيجي عندنا بزور البتراء بيرجع على الفندق فيش مكان يروحه، فكان لابد أن نفكر نوجد إشي أو نخلق حياة ليلية للزائر اللي بزور مدينة البتراء. دكتور محمد، قد ايه بدا هاي المشاريع يمكن لتتم؟ لأنه يمكن قبل شوي كنا عم نحكي عن هاي التحديات اللي بتواجه يمكن سواء مدينة البتراء، نعم، أو مثلا البحر الميت أو أي أماكن سياحية، من خلال طبعا معالي الوزيرة. وطبعا كنا بدنا نسأل حضرتك يمكن عن الاستثمارات، ولكن كونكم عم بتقوموا بهذه الاستثمارات، نعم، قديش بدها وقت حتى تنتعش البتراء وتقدروا فعلا تزودوا السائح سواء الأردني أو السائح الأجنبي، نعم، بمدة إقامة يقدر يعمل كل اللي بده حابب يعمله سواء بالليل أو بالنهار؟ أنا بس بدي أستأذنك باقي نقطتين أحكيهن وبخش على سؤالك. تفضل. مشروعين هم كأنهم مشروعين نعم. في عندنا الآن مشروع اللي هو كراجات داخل البلد وكراجات خارج البلد، أو كراجات داخلية وخارجية، وبالتعاون مع وزارة النقل تم إجراء اللازم. والنقطة الأخيرة اللي بدي أحكي فيها اللي هي أيضا شكر لوزارة المياه، قامت بحفر آبار ونقل وتوصيل شغالين عليهم، لأنه هاي منطقة برضو سياحية وبحاجة للمياه، فهاي الأمور كلها تقريبا انحلت. الآن احنا سؤالك انه قديش بدا هاي المشاريع وشو راح نعمل، يعني الفترة الزمنية بتوقع من هون لسنتين ان شاء الله بنكون انهينا من هاي المشاريع اللي هي خلينا نسميها مشاريع بنية تحتية وليس مشاريع استثمارية بشكل عام. نعم. بس هي راح تهيئ، في المقابل احنا عدينا خارطة استثمارية للواء وجهزنا فرص استثمارية. اللي منعنا من طرح هاي الفرص الاستثمارية اللي هو قانون السلطة، كان القانون شوية جامد ويعيق الاستثمار. نعم. الخميس الماضي ناقشنا النظام بديوان التشريع، وإن شاء الله خلال يمكن أسبوعين ثلاثة بيظهر عندنا فرص استثمارية عديدة، منها التلفريك، منها حديقة العجائب، منها ميدان فروسية، منها البانوراما البتراء اللي حكينا عنه. هاي الفرص قريب جدا إن شاء الله راح نطرحها للمستثمرين سواء العرب سواء الأردنيين سواء الأجانب، وراح يكون مفتوح المجال للجميع المشاركة في هاي المشاريع. وهاي المشاريع تم دراستها وإلها دراسة جدوى اقتصادية موجودة لدينا، ونتأمل إن شاء الله إنه يجينا مستثمرين، مع العلم إنه في مستثمرين بيراجعونا، بس إحنا بننتظر لأنه ما بدناش حتى يجيني مستثمر أقول له ارجع لي كمان شهرين وثلاثة، بقدرش علينا حتى أجهز حالي وجهز نفسي، تكون وثائقي يكون النظام تبعي جاهز، قانوني جاهز، اللي لما يجيني المستثمر أقول له تفضل اشرب فنجان قهوة ونجهز إحنا معاملتك كمان حتى كمان. ما يصير في إعاقات، لأنه وخصوصا إحنا بنحكي على جملة من المشاريع اللي يعني حضرتك بالأمس شرحت، مع أنه كان بالأمس عند عطوفة الدكتور محمد كان يوم مفتوح لأبناء المنطقة، بس أخذنا من وقته نص ساعة وشرح لنا شوي. ففعلا هذه المشاريع دكتور رح تكون في غاية الأهمية، ورح تأسس وتشجع الاستثمار بصورة أكثر. هل إحنا بنحكي على منطقة في غاية الأهمية، هي تعتبر من المناطق يعني بال2007 تم فوزها بعجائب الدنيا السبع الجديدة، منطقة الأولى في العالم من الناحية السياحية والأثرية، وإحنا بنحكي مع شخص يمكن كان جده الشاهد أو جدودك الشاهدين وأنت الآن حارس، يعني أنتم أبناء المنطقة الحارسين على هذا الإرث وهذا التراث، وهي مهمة صعبة دكتور، يعني مهمة صعبة جدا أن تحفظها تصونها تسوقها وتحكي معنا فيها، تحكي مع الناس فيها زي ما حكيت معنا فيها عن هذه المنطقة. هاي مهمة صعبة، بس إلى أي مدى رح تعمل السلطة على فعلا أنه يكون في دور كبير لإشراك المجتمع المحلي، ولأنه يكون كل هذه المشاريع هي محاكاة لنمط الحياة الحقيقي والواقعي في المنطقة؟ يا ستي شوف، احنا يعني كسلطة إقليمية زي ما حكيت لكم في البداية، احنا تنموي، والتنموي اللي هو جزء من هالمجتمع وتنمية المجتمع، لا يمكن احنا نعمل مشروع الا نتناقش مع المجتمع المحلي. الان في باللواء عندنا في جمعية أسست اسمها جمعية عاصمة الأنباط، هاي الجمعية بتمثل 6 تجمعات السكانية الموجود اللي هي ضمن قائمة اللواء، اللي هي وادي موسى، الطيب، الراجف، إدلاغة، أم صيحون، والعمرين. فهاي الجمعية بتمثلهم كافة، وكل واحد بإمكانه يشترك بهاي الجمعية، لأنه حتى تيجي كمان هاي المشاريع
في لها مكتسبات مالية أيضا طبعا، وبدك تكون عادل في توزيع هاي المكتسبات. فالجهة الوحيدة اللي ممكن تستلم هيك مشاريع اللي هي عاصمة الأنباط، بحيث يكون توزيع المكتسبات بشكل عادل على الجميع. مش كل الجميع بيقدر يملك مثلا فندق، مش كل الجميع بيقدر يملك محلات. فلكان لابد أنه نفكر، وتم تأسيس هاي الجمعية عن طريق بمشاورة مع الإقليم والسلطة وتم إنشاءها. هاي الجمعية راح تشرف على كافة المشاريع اللي بتخص ولها ترابط بين السلطة وبين المجتمع المحلي. فمن هاي المشاريع الآن، هاي الجمعية بلشت في مشروع عندنا بمركز الزوار، كافيتيريا ممتازة للزائر، يعني خلينا نحكي على مستوى 5 ستار، بتقدم الساندويش، قزازة العصير، قزازة المية بشكل لائق، بشكل حضاري، والنظافة على مستوى عالي. بالإضافة إلى ذلك، الآن هي بتفكر في مشروع آخر اللي هو مركز صيانة للآليات. نحكي بصراحة كل المنطقة بيجي سيارات كثير، ممكن السيارة تتعطل، والسيارات الحديثة مش من السهل جدا إنك تصلحها، فبدها مختصين، تكنولوجيا حديثة. نعم، فالآن هم شغالين على تأسيس مركز صيانة حديث للسيارات. بالإضافة في مشاريع كثير احنا قاعدين بنناقشها معهم. الآن هم على صد بصدد إنشاء مصنع لتعبئة المياه الصحية مثلا، حتى ما يصير مواصلات بعيدة من المناطق. والله كويس. الآن هم أيضا بيفكروا في عمل باص مكشوف يعمل سيتي تور داخل المنطقة. حلو. في مشاريع كثيرة عندنا. مثلا المجتمع هو، خلينا أحكي أنا، جزء من السلطة. احنا لا يمكن ننفرد في قرار طبعاً. بالعكس، احنا كسلطة إقليم بجوز هذا المجلس من أول ما باشرنا عملنا شكلنا المجلس الاستشاري من أبناء المجتمع المحلي، بحيث يكون أيضا رأيهم معنا له دور. ناخذ في رأيهم، نتشاور معهم وناخذ الصح. احنا كسلطة أيضا في الواقع قمنا بمشاريع أخرى. من هاي المشاريع اللي أنا حاب أحكي عنها مثلا مشروع بسيط، إنه مش مشاريع ضخمة، مشروع التسمية والترقيم. الآن هذا المنطقة بلشنا بوادي موسى، تسمية الشوارع وترقيم البيوت وترقيمها، وراح ننزلها برضو على الجي بي اس، بحيث أي زائر بيقدر، أنا بدي أزور مثلا الدكتور محمد النوافلي، على الجي بي اس بحط اسم الشارع بصل لعنده مباشرة. يعني أكيد سلطة إقليم الفترة التنموية والسياحة تقوم بكثير من الأمور اللي ممكن أنه تنمو فيها السياحة مع المجتمع المحلي وبمشاركة المجتمع المحلي، لأن الفائدة رح تعود على الجميع أكيد، على مدينة الفتراء وأيضا على المجتمع المحلي. بدنا نشكرك الأستاذ الدكتور محمد النوافلي، رئيس مجلس المفوضين في سلطة إقليم الفتراء التنموي والسياحي. شكرا لكم على هذا الأسبوع، شكرا على استضافتنا. بس أنت مبسوط اليوم؟ لأنه امبارح بالليل كنت تقول لي هون رح يكون هيك وهون رح يصير هيك، وهي زي ما تخيلت. ما الآن بدي أدعيكم مشان تعملوا أنتم جولة بعد اللقاء إن شاء الله. شكرا على عطاءك، وشكرا على حسن الضيافة الجميلة والرائعة، شكرا عكستوا فيها الطيبة الموجودة بأبناء وادي موسى جميعا. شكرا لحضرتك. أهلا وسهلا فيكم. الله يحفظك. أهلا وسهلا.